حقيقة أنا الدكتور عايد الهلالي يعني انسحبت من الإطار التنسيقي الآن كسياسي مستقل أعمل زين، على الرغم من أني كنت يعني في فترة ماضية كنت يعني قريب من الإطار أو أتحدث باسم الإطار، لكن رغبة الإخوان أنه إحنا ما عدنا متحدثين باسم الإطار، فخلاص إحنا ننسحب من هذا الموضوع ونتحدث بما يملي علينا الواجب الوطني. يعني الآن تتحدث باسمك الشخصي سيدي الكريم دكتور؟ نعم حتى لا نعم تحمل نعم الإطار نعم. الحرج أتحدث باسمي الشخصي، لا لا لا، حتى لا أتحمل أنا الحرج من الإطار التنسيقي، لربما أتحدث بأشياء يقولون أنك تتحدث بأشياء نحن لم نتحدث بها زين أو لم نقولها أو هي ليست من متبنيات من الإطار التنسيقي. إذن أنت حرا الآن على ضميري وعلى الواجب الوطني يعني إذا الله راد. مبروك، الله يبارك بك، شكرا جزيلا. سيدي الكريم، نعم انسحاب الكتلة الصدرية أثر بشكل كبير جدا وعمق الفجوة في قضية الانسداد السياسي، وأن هذه الحالة لربما سوف تزيد المشهد السياسي تعقيدا أكثر، وبالتالي أنه الأخوة في الإطار التنسيقي هنالك إلى الآن تسريبات تقول أن هنالك فريقان داخل الإطار التنسيقي، فريق يأمل بعودة الأخوة في الكتلة الصدرية لأهمية الأخوة في الكتلة الصدرية ولوجودهم ولتأثيرهم ولأنهم شركاء وصلاء في العملية السياسية وهم رقم في المعادلة السياسية العراقية، لا يستطيع الإطار التنسيقي ولا أي جهة ممكن أن تتجاهل الأخوة في الكتلة الصدرية. الشق الثاني يقول لا ممكن أن نذهب إلى تشكيل حكومة، وهم قد ذهبوا في فترات كثيرة جدا وخلال العملية السياسية الماضية كانوا على رأس الدولة العراقية وقاموا بتشكيل حكومة، وهذا أمر طبيعي جدا، هم قادوا البلد في فترات كانت فيها تعقيدات سياسية، المشهد الأمني كان يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على الوضع السياسي العراقي، لكنهم يعني نتحدث عن السيد المالكي أو نتحدث عن السيد العبادي يعني هنالك مشاكل كثيرة واجهتهم، لكن المهم بقت الدولة وبقت مؤسسات الدولة بقدر يعني المستطاع. القضية الأخرى أنه الإطار التنسيقي قادر ممكن أن يشكل الحكومة، لكن هذه الحكومة كم سيكون عمر هذه الحكومة؟ هل نحن فرحين بأن نقوم بتشكيل الحكومة بعيد عن شركائنا وأخواتنا شركاء العملية السياسية وهم لديهم التأثير والقوة وممكن أن يقوموا بتعقيد المشهد السياسي بشكل كبير جدا فيما لو نزلوا إلى الشارع أو اتفقوا مع تشرين؟ يعني خلنا نتحدث بعقلانية عالية، اليوم الوضع يعني هي ليست قضية خواطر ولا قضية يعني امتيازات ممكن أن تحقق لهذه الجهة أو تلك، اليوم الوطن على كف عفريت، الشارع العراقي ملتهب، الأجواء نعم. الساخنة، أمور كثيرة جدا يعني لا نريد أن نعدد لأننا كنا قد عددنا هذا الموضوع في الماضي، وأنا يمكن تحدثت مع جنابك أو من خلال قناتكم قلت أن هنالك ضيف قادم لربما يجمع الشركاء السياسيين أو يجبر الشركاء السياسيين للجلوس على طاولة واحدة، قيل من هذا الضيف؟ قلت الصيف القاسي أو صيف العراق، ونحن اليوم في قمة هذه يعني قمة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات وما إلى ذلك. اليوم تتحدث معي أنه سوف نذهب إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية، يعني نعم أنا أشكرك على هذا الطرح، لكن هذا الطرح لا يلبي رغبة الشارع العراقي ولا يلبي الحاجة الماسة لحلحلة المشاكل التي يعاني من أتها البلد. يعني حكومة خدمة وطنية شنو يعني؟ مثلا نروح نكنس الشوارع لو نصبغ الأرصفة لو نزرع شجر، يعني ما أفتهم يعني شنو الخدمة الوطنية اللي نقدمها؟ يا سيد الكريم نحن بحاجة إلى مشاريع عملاقة لاحتواء البطالة، لبناء المدارس، لبناء المستشفيات، لبث الروح روح التنمية في المجتمع العراقي اللي يعاني ما يعاني، نحن بمس الحاجة إلى مشروع عملاق لاجتثاث الفساد، للابتعاد عن حالة التوافقية البغيضة.